لاحظ الادوار اللي يقوم فيها الاعتياديه اللي يقوم فيها لسانا ديارة. ضغط الفريق الملكي يستمر هذه المره في الجهه اليمنى، الانطلاقه في الجهه اليمنى، السقوط على كل متواصل، الضغط دينا كريستيانو رونالدو قادر على التسجيل، الريال العشر تسعة عشر دقائق يضغط ويحصل على الضربة الركنية ورونالدو ممكن يسجل، ممكن يسجل رونالدو، كريستيانو رونالدو ممكن يسجل، يتقدم ويسدد في الجول من يتقدم بالهدف الأول. ولاحظ معي التسديدة قوية، كودينا اختار الزاوية، ولكن لاحظ القوة، قوة التسديدة من كريستيانو رونالدو، وبالتالي ريال مدريد هدف ختافي لا شيء. كودينا إذا يتلقى الهدف الأول مع ميغيل تو. الريال بهذا الشكل اللي نشوفه أمامنا في تصوري أن ريال مدريد قادر على إضافة الهدف الثاني. دي ماريا حولها إلى الأمام، ممكن الثاني 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 الثاني، المرة من مسعود أوزيل. الفريق بأكمله، الريال بأكمله في هذه الدقائق من المباراة. لاحظ الكل يتألق، اللقطة وثانية وثالثة، ولكن المتألق الأكبر أكيد أنه دي ماريا الذي تسبب في تسجيل الهدفين، والآن أوزيل يتقدم ويسجل الهدف الثاني في المباراة. الذي لعب لفالنسيا قبل أن التقدم إلى الأمام والمرور الناجح، الله ختافي، لكن لاحظ في عمل ممتاز، وسبق هذا الهدف أعمال أيضا سابقة ممتازة. لاحظ التقدم والمجهود الفردي، التخلص من المدافعين والتقدم إلى الأمام، وبالتالي يأتي. يعني شوف شوف مثل هذا الهدف، إذا ما أردنا أن نتوقف عند هذا الهدف تأتي ردة الفعل مثلا من كريستيانو رونالدو، يحول الكرة إلى الأمام. الله كريستيانو، شوف 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 بنزيمة حلوة، بنزيمة شوف ما عقد الموضوع في الزاوية على يسار حارس المرمى. كودينا يتألق كريستيانو رونالدو، إذا كان العام الماضي رونالدو سجل هدفين هنا في نصف ملعب فريق الريال. وصلت مرة أخرى لختافي خطيرة أمام المرمى، ممكن جول 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 جول، هدفين في آخر مباراة، في آخر فوز لختافي في 2008 سجل هدفين، الآن يسجل الهدف الثاني لختافي. لكن لاحظ معي، لو خلاها مارسيلو كانت راح تنتهي.